think that what's really more important than everything is our existence. Our children's children will no longer experience the painful of cost of war. نشاطركم قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. كمل يا جد حكاية فلسطين. وين وقفنا يا ولدي؟ وقفنا لما بدأ يكون لفلسطين صوت من خلال منظمة التحرير الفلسطينية. بدأ يكون ليهم صوت؟ كانت منظمة التحرير وقتها بتشتغل من الخارج، بالتحديد من لبنان اللي كان يعيش فيه أكتر من 300,000 لاجئ فلسطيني. فقررت إسرائيل اغتيال قادتها، ما فرقوا حتى ما بين المقاومين المسلحين ولا المثقفين السلميين، مثل الروائي غسان كنفاني اللي فجروه سنة 1972. وظل الحال على كده، عنف وإهانة، لحد ما إجت إدارة الرئيس الأمريكي كارتر في أمريكا وبدأت تسعى لعقد سلام بين العرب وإسرائيل. لكن بسرعة اتخلت عنها أمريكا بسبب ضغط الصهاينة، وتحول الأمر لمفاوضات منفصلة بين مصر وإسرائيل، انتهت بتوقيع اتفاقية السلام سنة 1979. ظلت منظمة التحرير تناضل من بيروت، واليهود يخططوا للتخلص منها، وعشان كده زار شارون أمريكا، كان وقتها وزير دفاع إسرائيل، وفي واشنطن قدم خطة للقضاء على منظمة التحرير في لبنان. بعدها بكام يوم حاولت مجموعة فلسطينية يقولوا عليها أبو نضال اغتيال سفير إسرائيل في لندن. إسرائيل قالت هذا هو المبرر. وفي يونيو 1982 دخلت إسرائيل لبنان تدمر وتحرق المباني والبيوت والمزارع، قتلت وصابت أكتر من 50,000 فلسطيني ولبناني. كان أخطر هجوم يشنوا جيش على عاصمة عربية من أيام الحرب العالمية الثانية. دمروا المخيم الاستراتيجي في عين الحلوة، أكبر مخيم للفلسطينيين، وحدثت وقتها مذبحة صابرة وشتيلة. الغريب يا ولدي ما صابوا أي مركز من قيادة منظمة التحرير، ما قتلوا سوى المدنيين الأبرياء. وفي الآخر ونتيجة ضغوط أكتر خرجت منظمة التحرير من بيروت. فعل الصهاينة ما بيردوه يا جد وخلصوا على القضية؟ هذا ما تخيلته إسرائيل لما فكرت إنها بإضعاف منظمة التحرير هتضعف القضية الفلسطينية. ما كانت تتوقع أبداً اللي هيصير في الداخل. وإيش صار يا جد؟ في ديسمبر سنة 1987 إجت القشة اللي قسمت ظهر البعير. صدمت مركبة عسكرية إسرائيلية شاحنة نقل في مخيم بغزة وقتلت 4 فلسطينيين. الناس خرجت تتظاهر في الشوارع وبدأت الانتفاضة الأولى. ورغم إنها سلمية إسرائيل أمرت قواتها باستخدام التكسير. كانوا كسروا أدرع المتظاهرين ورجليهم وجماجمهم، وبقينا نتطلع في التلفزيون نلاقي أطفال صغار ماسكين أحجار قدام جنود شايلين سلاح ومتحاميين في المدرعات والدبابات وبيضربوا رصاص حي. وهذا خلى العالم ينظر للفلسطينيين بإعجاب ويرى الوجه القبيح لإسرائيل. الصهاينة قتلوا في الانتفاضة أكتر من 1400 فلسطيني، اغتالوا قيادات بس ما قدروا يسيطروا عليها. هذه الانتفاضة الأولى يا ولدي كانت أول نصر واضح للفلسطينيين في حربهم ضد الصهيونية، وهي اللي أجبرت إسرائيل إنها تقعد مع الفلسطينيين ويتكلموا ويحلوا بالسياسة مو بالدم. ووصلوا للحل؟ كان ممكن يوصلوا يا ولدي لولا الانقسامات اللي بين الفلسطينيين اللي إجت بعد سماح إسرائيل بإنشاء المجمع الإسلامي اللي تحول بعد كده لحركة حماس، وكان سماح اليهود بغرض إضعاف حركة فتح ومنظمة التحرير. والمنظمة نفسها ارتكبت أخطاء كتير مثل تأييدها لصدام حسين في حرب الخليج، وده زعل الدول العربية. كل هذه الأمور وغيرها خلت ياسر عرفات والمنظمة في موقف ضعيف، وهم رايحين مدريد سنة 1991 عشان يتفاوضوا مع إسرائيل. ما سمحت لهم أمريكا وإسرائيل غير بالكلام عن الحكم الذاتي،
ما تكلموا عن حق تقرير المصير أو عودة اللاجئين أو مصير القدس أو حقوق المية، وضلت المفاوضات لحد ما وجع إسحاق رابين وعرفات على إعلان أوسلو سنة 1993 اللي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني وإنهاء الانتفاضة مقابل اعتراف المنظمة بإسرائيل والتخلي عن العنف، والحل على أساس القرار 242، وأعطوهم بعدها جائزة نوبل للسلام. لكن ما عجبت الاتفاقية الإسرائيليين المتطرفين، وما منعت عدوانهم على الفلسطينيين يا ولدي. في شهر رمضان سنة 1994 دخل يهودي متطرف الحرم الإبراهيمي وقتل 29 فلسطيني وهم بيصلوا الفجر. في السنة اللي بعدها قتل متطرف تاني إسحاق رابين نفسه في مهرجان عن السلام لأنه اعترف بالفلسطينيين ومدلهم يده بالسلام وعاد العنف للأرض من تاني يا ولدي.